الباب التاسع والخمسون ومئة. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. قال الألباني: إسناده ضعيف.